كل شيء صار بسرعة صح؟ يعني حتى أنا مستغرب من نفسي. صح. الله ينتقم من عندكم، الله ينتقم من عندكم. أنا هم مستغرب. يعني بدون سابق انذار تشوف شخص أول مرة تشوفه ما تعرف كل شيء عنه وما صار لك هواية تعرفه أيام ويمكن ساعات صح وتكتشف أنه أنت ما تقدر تعيش بدون صح بس أنا عندي نفس الشعور زين لنفرض أوكي أنه أنا مو أنا يعني أنا كمال بس غير شخص راح تبقين تحبيني؟ ما افتهمت يعني شنو؟ يعني انه انا كذبت عليك وانا مو سايق تاكسي او مثلا انه انا واحد غني هي هاي كمان هاي الخايسه بسيطه راح اوقع حبك انا ما دام قلبك هيجي طيب ونظيف عيونك الحلوات هذه نفسهم راح اوقع حبك مهما يصير ومهما يكون كم من اربع خطوات؟ اربع خطوات يلا واحد ثلاثة شيطاني لكم زين وإذا قلت لك أنا مو سايق تاكسي مكافي؟ افتهمت قصدي؟ أحبك مهما يكون ومهما يصير؟ ماشي واحد تسويها بعد خطوات هاي راح نقعد يلا يا خايس يا خايس يا كمال بسيطة لما أكون وياك وأريد أقول لك شيء أحس قلبي يدق بسرعة اثنين دم أنا أعرف شو أسوي بيكم أنا أعرف